بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، بتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس، وبالتحديد هل في فعلا عاصفة رملية ممكن نتعرض لها الأيام دي؟ هو طبعا احنا يمكن بدأنا من خلال ساعات الليل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، شفنا الأمطار اللي كانت أمطار رعدية لكن كانت خفيفة في أغلب محافظات الجمهورية، ومتوقع كمان استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، ويمكن اليوم هتكون ذروة الحالة لأن في منخفض جوي خماسي بيتحرك من الصحراء الغربية للمناطق الداخلية، بالإضافة كمان في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعملوا على حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. أول عنصر هيكون معاها هو ارتفاع كبير في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، لأن الكتل اللي مع المنخفض الجوي هي كتل هوائية جنوبية غربية، فبالتالي صحراوية هتؤدي للارتفاع الكبير في درجات الحرارة. عظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية، محافظات جنوب الصعيد تكون 45 درجة مئوية، فبالتالي الأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار في أغلب محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان إن اليوم هيكون معانا نشاط للرياح سرعات ما بين 35 إلى 45 كيلومتر على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية، وهيكون مثير للرمال والأتربة. الرمال المثارة والأتربة هتؤدي لانخفاض وتدهور رؤية أفقية في أغلب المحافظات، وخاصة المحافظات اللي هيكون ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، الأماكن الصحراوية، الطرق الصحراوية في أغلب المحافظات، السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، شمال محافظة البحر الأحمر، حتى كمان محافظات جنوب الصعيد. بالإضافة كمان العنصر الثالث اللي معانا هو تساقط الأمطار. اليوم متوقع استمرار تساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، أحيانا قد تكون رعدية على بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية وبعض الأماكن الأخرى من محافظات شمال الوجه البحري. تبتدي الأمطار خفيفة ورعدية أيضا لمناطق من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، جنوب البلاد، يمكن أغلب المحافظات هيكون عليها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، والأمطار الرعدية أحيانا بيكون معاها بعض الرياح الهابطة، وهبات الرياح اللي بتزود سرعات الرياح وبتزود الأتربة والرمال المثارة. لكن نأكد أن الحالة الجوية اليوم هتكون أقل حدة من اللي احنا شهدناها الخميس الماضي، هي حالة من عدم الاستقرار مفيش كلام، حالة من التقلبات الجوية ونشاط رياح المثير للرمال والأتربة، وهيؤدي للتدني وتدهور وانخفاض رؤية أفقية، لكن شدة وسرعات الرياح أقل من اللي شهدناها الخميس الماضي. مهم جدا ناخد بالنا بقدر الامكان قائدي المركبات والمسافرين على الطرق، وخاصه الطرق الصحراويه، لازم تكون القياده بهدوء تام. بالاضافه كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لو احنا اضطرينا للخروج النهارده لازم نرتدي الكمامات، ولو نقدر ناجل مشاورنا ناجلها لغدا او بعد غدا ان شاء الله. نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اشياك الكهرباء، الواح الالات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه، نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، ونتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ونتابع التحديثات اللي بتصدرها الهيئه العامه للاطلاعات الجويه على صفحتها على الفيسبوك، لان احنا في تحديث ساعي في متابعه ساعيه للحاله الجويه، وان شاء الله تمر بسلام. مع غدا ان شاء الله نبدا نحس ان الاجواء تحسنت عن اليوم، غدا الجمعه ان شاء الله، لكن هيكون لسه مستمر معانا ارتفاع الحراره، بعض الاتربه والرمال المثاره في المناطق الجنوبيه. التحسن تدريجي هيكون مع مساء الجمعه ان شاء الله، ومزيد من التحسن والاستقرار هيكون يوم السبت ان شاء الله، درجات الحراره تنخفض، يحصل اعتدال في سرعات الرياح، تزول الاتربه تماما من على اغلب الانحاء، ويكون في استقرار في الاحوال الجويه. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 38 والصغرى 29، العاصمة الإدارية 38-29، اسكندرية 34-24، العلمين الجديدة 33-22، مطروح 25-17، دمياط 28-21، بورسعيد 27-20، الإسماعيلية 37-25.
السويس العظمى فيها 36 والصغرى 24، العريش 30 25، كاترين 28 16، طابة 36 27، حلايب 34 28 وشلاتين 38 28، شرم الشيخ العظمى فيها 41 والصغرى 30 والغردقة 38 27. نروح للفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 28، بني سويف 39 29، الوادي الجديد 45 30، أسيوط 41 29، سوهاج 42 28، وقنا 44 29، الأقصر 46 30، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 31.